السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومكم سعيد أعزائي الطلبة. حان موعد درس الكيمياء لهذا اليوم. ندعوكم من مدرسة أورينت الافتراضية لمتابعتنا، وأرجو من الله تعالى بأن يوفقني لأطرح الأفكار بأسلوب ممتع لتصلوا إلى الفائدة المرجوة من هذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. سنتابع أحبائي الطلبة ما بدأناه في درسنا الماضي عن الأمينات. تحدثنا عن الأمينات الأولية وعن تسميات مركباتها. اليوم سنعيد طريقة تسمية الأمينات الأولية، ونأخذ فكرة عن الأمينات الثانوية لندخل في صلب الموضوع مباشرة، ونتحدث عن تفاعلات الأمينات. كيف نسمي الأمينات الأولية؟ نعد عدد ذرات الكربون الموجودة في الأمين. حسب عدد ذرات الكربون نسمي الأمين. مثلا هنا عدد ذرات الكربون 2، فنسميه إتيل أمين. سنأخذ أمثلة أخرى على تسمية الأمينات الأولية. في الأمين الموجود أمامنا يوجد ذرة كربون واحدة. ذرة كربون واحدة توافق الميتان، فأسميه ميتيل ميتيل، وأرفق به كلمة أمين ميتيل أمين. في الأمين الموجود أمامنا زمرة الأمين مرتبطة بجذر البنزين أي الفينيل، فأسميه فينيل أمين. في هذا المركب زمرة الأمين NH2 مرتبطة بخمس ذرات كربون. هنا CH2 على القوس 4، 4 ذرات كربون، وهذه الذرة أصبحت 5، فأسميه بنتيل أمين. في هذا المركب يوجد ذرتي كربون مرتبطتين بجذر الـ NH2، فيسمى ذرتي كربون ميتان إتان، أي اثنان يوافق الإتان، فيسمى إتيل أمين. أما في هذا المركب فيوجد ثلاث ذرات كربون CH2 ذرتي كربون، وهذه ذرة 3، ورقم 3 يوافق البروبان، فيسمى بروبيل، وأرفق به أمين. ماذا عن الأمينات الثانوية؟ في البداية علينا أن نعلم بأن الأمين الثانوي ترتبط فيه ذرة النيتروجين بجذرين الكيليين، فأسميت الجذر الأول R1 والجذر الثاني R2، ويتبقى لديها ذرة هيدروجين واحدة. الجذر الألكيلي يمكن أن يكون CH3 مكون من ذرة كربون واحدة، يمكن أن يكون CH3CH2 مكون من ذرتي كربون، يمكن أن يكون CH3CH2CH2 مكون من ثلاث ذرات كربون، وهكذا. أعطينا أمثلة عن الأمينات الثانوية. بالطبع سيكون هذا طلبكم، وكيف نستطيع أن نسمي هذه المركبات؟ سنأخذ مثالا NH مرتبطة بجذر الكيلي الذي هو CH3 من هذا الطرف و CH3 من الطرف الآخر. ذرة نيتروجين هنا مرتبطة بجذرين الكيليين. هنا ستجدون الفرق، ذرة النيتروجين هنا مرتبطة بذرة هيدروجين واحدة، ولديها رابطتين تساهميتين، كل رابطة مرتبطة بجذر الكيلي. نقص عدد ذرات الهيدروجين وزادت الجذور الألكيلية. كيف أسمي هذا المركب؟ الجذر الألكيلي الأول كم ذرة كربون فيه؟ ذرة كربون واحدة أي ميتيل،
الجذر الألكيلي الثاني ذرة كربون واحدة. متيل، فلا أقول متيل متيل أمين، أقول ثنائي متيل أمين، لأن الجذرين الألكيليين لهما نفس الصيغة وكلاهما متيل، فيصبح ثنائي متيل أمين. حسنا، ماذا لو كان الجذرين الألكيليين مختلفين عن بعضهما؟ كالمثال التالي: في الجذر الأول يحتوي ذرتي كربون، والجذر الثاني يحتوي ذرة واحدة. حسنا، ذرتي كربون إتيل، ذرة واحدة متيل، إذا تكون تسميته بكل بساطة إتيل متيل أمين، إتيل متيل، وأرفق به كلمة أمين. سيسألني أحد الطلبة: متى أستطيع أن أضع الإتيل أولا أو المتيل أولا، أم لا فرق بين ذلك؟ هل أستطيع أن أقول متيل إتيل أمين مثلا؟ حسنا، لا أستطيع أن أقول متيل إتيل أمين. حسنا، لماذا لا أستطيع أن أقول ذلك؟ لأنني أسمي بحيث أن أكتب الجذر الألكيلي حسب تسلسل الأحرف الأبجدية، أي أن التيل يبدأ بالألف والألف تسبق الميم في الأبجدية، وبالتالي فأسمي التيل متيل أمين. إذن تكون ترتيب الجذور حسب ترتيب الأحرف الأبجدية. ذكرت سابقا بأن الأمينات الثانوية لم يتطرق لها كتابنا في الثالث الثانوي العلمي الليبي، رغم أن كتبنا بالمنهاج السوري تطرقت لهذا الموضوع بشكل مفصل. بالعكس، هنا تحدثوا فقط عن الأمينات الأولية بشكل مفصل. وكما نرى في هذه الصورة التي وجدت في كتابنا في الشكل 6-8، والذي يتكلم فيها عن طريقة ارتباط ذرة النيتروجين مع الهيدروجين والذرات الكربون بحيث تشكل الأمينات. هنا الإتيل أمين بحيث أنه يوجد ذرتي كربون مرتبطة بالـ NH2، وطريقة تشكل الروابط الهيدروجينية بين الماء والإتيل أمين. سنشرح هذا بشكل مفصل في دروسنا القادمة إن شاء الله. أعزائي، لقد أنهينا درسنا لهذا اليوم، وأتمنى من كل منكم أن يحاول أن يضع النقاط المهمة الموجودة في الدرس ويراجعها بمفرده حتى يحصل على الفائدة المرجوة من درسنا. أشكركم وإلى اللقاء في درس قادم بإذن الله.